عايزين تكلمنا اكتر على عم غريب. عم غريب لو كل واحد في الدنيا دي ممكن اكون عوضته او اكون اديت له او حتى قدام نفسي وشخصي ممكن اكون الجميله ردتها. ممكن اكون ردها مره، ردتها مرتين، ردتها 10، ردتها 20، بس ردتها. لكن في جمايل كده في الحياه او في احداث في الحياه ومواقف لو عشت عمرك كله ما تعرفش ترد الجميل ده، ما ينفعش. شايفاك دلوقتي وانت بتتكلم بس عنه يعني وشك فجاه اتغير، عينيك لمعت، تاثرت من جوه. فاحنا عايزين يعني نعرف مين عمو غريب وايه المواقف اللي خلتك تتكلم من قلبك الحاجات دي. في احنا كبلد وشعب وناس، احنا اعظم ناس واحسن ناس، ودي حقيقه على فكره. وناس كانت بفطرتها سليمه جدا جدا. فانت انا عشت زمن يعني ممكن اكون لحقت اخره ممكن، بس عشت ان الناس ممكن تبقى معاك وواقفه جنبك وبتسندك زي ما انت قلتي وبدات الحلقه، وهي مش مستنيه منك حاجه خالص. ولا مستنياك تكون ايه ولا تعمل ايه ولا ترد لهم ولا حاجه خالص. انا شايفه ان انا والناس دلوقتي يعني بقوا متحمسين اكتر يعرفوا يعني جزء من المواقف، موقف او اتنين. لا هو الراجل بمنتهى البساطه وانت هتفهمي بقى تبعياته. الراجل لا هو عمك ولا من عيلتك ولا من اصلك ولا من فصلك ولا حاجه، وكان والدك زي والدك بالظبط. يعني انا عمري في حياتي ما تخيلت، وربنا يديله الصحه، يعني والدي الحقيقي طبعا توفى الله يرحمه، لكن الراجل ده لو عشت العمر كله انا تاثرت بتاثرك وكده. وطبعا حاجه جميله قوي، انا شايفه ان ده في جزء كبير من الحظ. هل انت شايف نفسك ان انت كان عندك جزء كبير من الحظ؟ لان حصل عوض. عندي حظ كتير جدا، عندي حظ كتير جدا، لان انا ممكن اكون نهيت الكوره بدري لكن بدات شغل تاني بدري. ربنا بيوقف لي في طريق الناس بتساعدني كتير جدا، حتى لما بسافر بره والله. يعني ممكن من قبل حتى ما تبقى يعني ما تبقى مدير كوره ولا حاجه، في ساعات بتسافر بره بحكم ان انت لاعب، ممكن الناس بتحب الاهلي بتساعدك عشان انت في الاهلي مش عشان انت فلان يعني. لكن دايما الحمد لله رب العالمين في طريقك ناس بتبقى كويسه. بيقول لك اللي يحبه ربه ويحبب فيه خلقه. يا رب نكون كده يا رب. دي حاجه حلوه طبعا. حسن هو بطل قصتك، قصه كابتن سيد. يعني اصل انت في مشوارك محدش يعرفك اصلا. خلي بالك انت بتتظاهر، بس الناس بتشوف اخر الصوره لكن او اخر الكتاب، تفاصيل الكتاب ممكن تبقى صعبه. صعبه. في ناس ما تحبش تفتكرها. ودي ناس مريضه على فكره. اللي مش هتفتكره امبارح اساسا عمره في حياتك ما هيبقى ليك بكره. يعني عمره ما هيبقى ليك بكره وانت مش فاكر امبارح اصلا يعني ففي حاجات كتير جدا انت ما تعديهاش.